ايه لا ما يصير تاخذ رشاش صح؟ بس بالسن اي 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 هاي يصير شيء يا صار ما يصير اخذ سلاح؟ يصير يعني السلاح العادي او تجمع فلوس تخليه حق الراوند الثاني. ايوه هاللعبة هاي يصير ما اعرف اتوقع انها يصير شيء كلهم ورا السيارة قاعدين يهيلون بعض. هيلوني يبا في حد قاعد يهيلني بروح لهم من ورا يا الربع ما بيشوفوني. بال صح بعد 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 وينك وينك شيت والله شليناهم. الو الله يكرم هلا اللقام جامدة والله حلكونا. خلينا نجرب الشوزن بس احنا نهلككم بعد نفس الوقت يعني. لا ما ادري بتبدأ بحرف الاي اكتيفيشن ما ادري وش هو. والله ما اعرف للحين ما متنا احنا تدري لعيبة احنا ما نموت. ايه بقول لك بعدين بس خلنا نخلص تعال الميلس بخلص الجيم بقول لك كل شيء. يلا باي. ليك الميلس صوت اي ويبي سولف شكله متملل في الموتر. اعرف اذا كملت معاه ما بيخلص. ايه في حد هني في حد هني ابي فزعه في اثنين هني. يبا طيحت واحد طيحت واحد. وينه وين؟ ايوه طيحت الثاني ياس. انا شريت ارمر بس شلون اعرف اني انا حاطه الحين الارمر؟ هو يقول لي هوس مربع بس ما ادري يمكن لانه فل يعني الحين اتوقع. بس الجيم اللي طاف كلهم رخشوا ورا السياره ضحكوني. زين انتوا لفوا يسار انا بكمل سيده بشوف اذا اقدر اصيدهم. لا في واحد عنده نفس فكرتي. ايوه ذبحت واحد وعندي واحد ثاني انا كلهم صوبي. لا والله عطاني على راسي الزق اكاكا. هني هني ورا الحصايه ذي ورا الحصايه ذي صح. كفو عليك سلامك كويس الذبحه صح. قريب ما اخذت السنج جي ماله بوب. بنفوز 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 والله الربع ان الشوزن قوي بس مشكلته طلقتين. انا ترى ما اخذت لي لا شوزن يعني ما اخذت لي البرايمري ويبن تميت على السكندري. قوي بعد الوستر ايه ضد هذول قوي كل شيء قوي. لانه في تروفي يقول نار. اوه دقيقه الو اين النور؟ الربع طيروني. صح لا طلقة واحدة خلي يروح. هاي الحمار ليش ما يروح؟ ايش قاعد يسوي؟ اكاكا اي قعدك قعدك
وين حمود ايش قاعد يسوي؟ اه حمود مات والله صح كان خلي قوم لا 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 قومك لا قومك لا قومك في حد تكفى ياس ايه وين راح طب 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 تباها والله انا بذبح هاي الذيل اللي المسخره بقنبله عندي تروفي بجهز له هلا ايه ايش فيكم ايه هاللي معنا ترى ما نزل اوكي لا كادش كان بيطيح تحت هاي انا اللي كنت بطيح تحت احلى في واحد هنا اعطوني اسلس لا 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 الغزال تقدر تساعدني في واحد هني ياس من اللي ذبحه صح اعطوني التروفي 5-0 يا حبيبي هلكهم الله تقول لي برهوم ما شاء الله